الله تعالى ولله، لله الأسماء الحسنى، تقديم من حق التأخير يدل على حسب الله لا لغيره، ولله الأسماء الاسم من السمى ومن السمو والارتفاع، الإنسان يرتفع اسم يسميه خالد يسميه علي وعبد الله وصالح، صح ما تسميه طالح، ومن السمى العلامة، ما الذي فرق بينه وبين معاه؟ الاسم علامة تمام، ولله الأسماء الحسن البالغة في الحسن أكمل، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة أن تتعبد لله بمقتضى الأسماء، تؤمن أن من أسماء الله السميع، تحرص أن الله سبحانه وتعالى يسمع منك إلا ما يرضى، غفور تتعرض أسباب المغفرة، ودعاء مسألة تقدم بين يدي السؤال الاسم المناسب لهذا السؤال، تقول يا غفور اغفر يا رحيم ارحمني، وذروا قتل الذين يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها، اما انكار الاسماء كلها او بعضها او اثبات الاسم انكار الصفه، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه الا فاعله وفاعل ثلاثه وقادر على الاختراع، ان يجعلها داله على التمثيل، نعم.